السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على الماتريكس ديترمينانت، ازاي احسب الديترمينانت بتاع الماتريكس اللي احنا كنا بنسميه الماجنتيود ايام الرياضه، وازاي احسب الانفيرس بتاع ماتريكس معينه، ازاي احسب التريس لماتريكس، ازاي احسب الرانك بتاع مصفوفه معينه. تعال الاول كده في البدايه نعرف متغير اسمه ايه، حيث ايه هو عباره عن ماتريكس. الصف الاول فيها هو عباره عن 3 وسالب 5 و 3، والصف الثاني هو عبارة عن 5 و 5 وسالب 7، والصف الثالث عبارة عن 0 و 1 و 2. دي المصفوفة ايه؟ هي عبارة عن 3 في 3 ماتريكس، مصفوفة مربعة وعناصرها زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. والله لو انا عايز احسب مجموع عناصر القطر الرئيسي اللي هي الثلاثة والخمسة والاثنين، لان ده هو القطر الرئيسي في المصفوفة، لو انا عايز احسب مجموع عناصر القطر الرئيسي، في فانكشن في الماتلاب اسمها تريس. في فانكشن في الماتلاب اسمها ايه؟ اسمها تريس. هقول له تريس الانبوت ليها هو المصفوفة بتاعتي او المتغير اللي انا حاطط فيه المصفوفة بتاعتي، واقول له انت هيديني 10. ليه؟ لان كل التريس الفانكشن اللي اسمها تريس بتحسب لي مجموع عناصر الدايجونال، ف3 زائد 5 8 زائد 2 يديني 10. لو انا حابب احسب الرانك بتاع المصفوفه زي ما اخدت في الرياضه، هقول له الرانك اوف ايه، هيديني 3. ليه؟ لان الايه مصفوفه مربعه عباره عن 3 في 3 ماتريكس. لو المصفوفه مش مربعه هيبقى عندي مشكله، وبالتالي هحتاج بعض المعالجه زي ما خدنا في اللينير الجبرا او الجبر الخطي. طيب لو انا حابب احسب الديترمينانت بتاع الماتريكس بتاعتي، والله هقول له انا هعرف متغير جديد اسمه بي، وبي ديت عباره عن مصفوفه الصف الاول فيها هو عباره عن 4 و5 والصف الثاني 2 و3، وبالتالي هيكريت مصفوفة عبارة عن 2 في 2، مصفوفة مربعة صفين في عمودين. وبالتالي لو أنا عايز أحسب الديترمننت زي ما أخذنا في الرياضة، الديترمننت هو شبه هو الماجنتيود اللي هو عبارة عن حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي لما أطرح منها حاصل ضرب عناصر القطر الغير رئيسي، وبالتالي 12 ناقص 10 هيديني 2. في فانكشن في الماتلاب اسمها ديت ديترمننت، هقول له فقط الانبوت للفانكشن دي هو الماتريكس اللي انا عايزها، وبالتالي لما اقول له انتر هيديني كام؟ هيديني 2. طيب لو احنا عايزين نصعب الموضوع شويه، ممكن استدعي المصفوفه ايه واقول له هات لي الديترمننت اوف ايه، الديترمننت اوف ايه، لان ايه 3 في 3، وبالتالي الحسبه هتتغير شويه زي ما اخذنا في الرياضه وشفنا ازاي بنحل مسائل الرياضه وبنطلع الديترمننت بتاع المصفوفه. طيب ادي الماتريكس ايه، هستدعيها تاني اهو. لو انا عايز احسب معكوس المصفوفه اللي هي a ماينس 1، عندي فانكشن اسمها انف في الماتلاب، بقول له انف يعني انفيرس اوف a، يعني هات لي الانفيرس بتاع المصفوفه ايه. فاكرين لما كنت بقول الادجوينت على الماجنتيود؟ اه هي دي الادجوينت على الماجنتيود او على الديترمننت. فانا حسبت الديترمننت، احسب الادجوينت. شفنا بقى الادجوينت كان بيمر بمجموعه حاجات، لو كانت المصفوفه 2 في 2 كان بيبقى العمليه سهله، حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الغير رئيسي، لكن لو المصفوفه 3 في 3 او 4 في 4 الموضوع كان بيتغير، وشفنا ازاي كنا بنحسب بقلب الصف عمود والعمود صف وبجيب مرايه كل عنصر وبعد كده قاعده الاشارات، وكان موضوع كبير شويه، لكن في الماتلاب بجيبها في امر واحد بفانكشن اسمها الانفيرس اوف اي، وبالتالي بيديني الشكل اللي هو قدامي ده. لو انا عايز اتاكد ان القيمه دي صح، قال لك انت لو ضربت معكوس المصفوفه في المصفوفه الاصليه واداك الايدنتيتي ماتريكس اللي هي مصفوفه الدياجونال اليمنت بتاعتها او عناصر القطر الرئيسي فيها وحايد وباقي العناصر بزيروز، يبقى انت حاسب ايه؟ يبقى انت حاسب صح او حسبتك صح، وبالتالي هي دي الايدنتيتي ماتريكس اللي فيها عناصر القطر الرئيسي كلها بوحايد وباقي العناصر زي ما احنا شايفين كده بزيروز، الاشاره السالبه ما تاثرش عليها في حد، لا تعني اي شيء، طالما العناصر بزيرو يبقى خلاص انت كده ماشي صح 100%. هستدعي تاني المصفوفه A،
هروح اعدل شويه في المصفوفه بي، هقول له بي، هعدلها هخليها كولوم ماتريكس، هخليها عباره عن عمود، وسالب 8 و3 بقت كولوم ماتريكس. لو نفتكر مع بعض، فاكرين لما كنا بنحل المعادلات الخطيه في مجهولين وفي 3 مجاهيل والحاجات دي كلها؟ كأن ديت بالظبط بتعبر لي عن معادله في 3 مجاهيل، 3 معادلات في 3 مجاهيل، اللي هي 3 اكس ناقص 5 واي زائد 3 زي بتساوي 7، و5 اكس زائد 5 واي ناقص 7 زي بتساوي سالب 8، و0 اكس زائد واي زائد 2 زي بتساوي 3. كنت بحلها ازاي؟ كنت بقول ده الاي في الاكس بيساوي مين؟ بيساوي بي، صح؟ حيث اكس هي المتغيرات اللي هي اكس واي وزي، وبالتالي اكس بتساوي انفيرس اي في بي. مش دي كان حل المعادله؟ انفيرس اي في بي، وبالتالي هقول له ده اكس بتساوي انف اوف اي في مين؟ في بي. انف اوف اي في مين؟ في بي. لما اقول له انتر هيديني قيمه اكس وقيمه واي وقيمه زي. طب حلو جدا، على افتراض ان احنا هنا يعني مطلعين النتيجه غلط، على افتراض ان احنا مطلعين النتيجه غلط، هقول لك حاجه حلوه. خد ال A و B ادمجهم في بعض وحطهم في مصفوفه واحده، سميها مثلا سيستم. سميها ايه؟ سميها سيستم. اهو فين المصفوفه؟ اهو خد ال A و B، مش كانت ال A هي عباره عن 3 وسالب 5 و3؟ واعمل لها دمج، اعمل دمج معاها ال B كمان، اعمل جوين ل B. B كانت اول عنصر فيها 7 سيمي كولون. تاني صف في A كان 5 و5 وكام؟ وسالب 7، وتاني قيمة في بي كانت كام؟ كانت سالب 8 اهو. والصف الثالث في ايه؟ 0 و1 و2، والقيمة الثالثة في بي كانت 3. واقفل القوس وقول له انتر. بقت بي عبارة عن 3 في 4. لو خدت بالك أول 3 عناصر دول، أول 3 صفوف وثلاث أعمدة كانوا قيمة المصفوفة ايه؟ والعمود الرابع ده كان هو عناصر بي، بس أنا عملت الجوين لإيه مع بي وحطيتهم في فاريبل واحد سميته سيستم. عارف انت لو عايز تتاكد انك صح، مش كان عندي فانكشن اسمها الرو ريدكشن ايشلون فورم؟ لما اقول له الرو ريدكشن ايشلون فورم للسيستم، لو قلت له انتر قال لي خد بالك ده قيمه اكس بالقيمه دي وقيمه واي بالقيمه دي وقيمه الزي بالقيمه دي. طب ايه ده؟ قال مش ده لو واحد معناها ان الاكس قيمتها موجوده والواي والزي بزيرو، معناها ان الاكس بتساوي القيمه دي، وده واحد معناها ان واي موجوده واكس بزيرو وزي بزيرو، يبقى واي بتساوي القيمه دي، ودي معناها ان زي فقط هي اللي موجوده وزي بتساوي القيمه دي. طب اتاكد ازاي؟ قال لك روح استدعي قيمه اكس تاني. اهو لما اجيب قيمه اكس، لو استدعيت قيمه اكس هلاقي اكس هي مش دي اول قيمه اللي هي قيمه اكس؟ هي اول دي قيمه اكس اهي، ودي تاني قيمه اللي هي قيمه واي، قيمه واي اهي، ودي تالت قيمه اللي هي قيمه زي، قيمه زي اهي. وبالتالي دلوقتي احنا شفنا ازاي لو انت عندك بقى معادلات خطيه، بقى معادلتين في مجهولين وثلاث معادلات في 3 مجاهيل واربع معادلات في 4 مجاهيل، يا اما تستخدم، احسبنا لغايه دلوقتي طريقتين. طريقه ان اكس بتساوي اي انفيرس في بي، اللي هي انفيرس اوف اي في بي، او الطريقه اللي انا بقول انا بدمج المعادلات كلها في بعضها وبستخدم الفانكشن اللي اسمها ايه؟ الرو ريدكشن ايشلون فورم، ووصيله الفاريبل اللي هو جواه مين؟ اللي هو جواه قيمه الكوفيشنت او المعاملات بتاعه المتغيرات بتاعتي اللي انا مطلعها من المساله بتاعتي.